أقامت جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية بالقدموس الحفل السنوي لتخريج دفعة من طلاب الجامعة بحضور عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية من عدة جامعات بالإضافة لأهالي الطلاب. عندنا دفعة من طلبتنا رح تتخرج بالكليات الستة، هدول أزاهير نحن بنقدمهم هدية للوطن وللمجتمع ليساهموا بإعادة أعمار البلد وليساهموا بالبناء وليساهموا بخدمة هالمجتمع من النواحي الطبية. عيد الخريجين هو عيد الجامعة كلها وعيد الوطن، يعني هدول شباب كلهم متحمسين بدهم يشتغلوا ويبنوا ويكافحوا، وفعلا يعني نحن سعيدين جدا انه راح تخرج دفعة جديدة. وتم تخريج 300 طالب وطالبة من كليات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة الطبية، التمريض وإدارة المشافي، وأكد الطلاب المتخرجون أنهم مستمرون في مسيرة العلم رغم كل التحديات والظروف الراهنة، وذلك بهدف إعادة بناء الوطن يدا بيد مع رجال الجيش العربي السوري، وأن يكونوا على قدر المسؤولية الملقى على عاتقهم خلال المرحلة القادمة. نحن مكملين مع الوطن ومع قائد الوطن. نحن حاليا متخرجين جامعة الأندلس لطب الأسنان، فنحن درع الوطن إن شاء الله رح نكون، ورح نكفي مع القائد لحتى نحن نعيد إعمار الوطن ونرجع نكون أحسن ما كان عليه. طبعا نحن اليوم بداية تخرجنا هي بداية المشوار انطلاقنا يعني بسبيل تحقيق أحلامنا، نساهم في بناء الوطن. أكيد بدنا نبني سوريا ونساهم، شفينا نساهم لبناء سوريا. شعور لا ينوصف، نحن كتير كتير مبسوطين. نحن أول دفعة بالكلية، نحن كلية تمريض، ومبسوطين كتير لأنه هي مهنة أكتر شيء أنه راح نساعد فيها الناس. شعور كتير حلو، جنين، وحصاد أنه 4 سنوات. عن جد ما بعرف شو بدي أحكي، يعني أنه كتير حلو. وتخلل حفل التخرج عرض أفلام وثائقية عن الطلاب الخريجين ومسرحية هادفة، وتم توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم الأوائل منهم.